بسم الله الرحمن الرحيم. في الوقت اللي قاعد نحط فيه اللمسات الأخيرة على قوانين استدامة الرعاية السكنية لزيادة المعروض وخلق مدن إسكانية جديدة، ما زالت قلة قليلة من تجار العقار المتنفذين مو بس قاعد يحاول يعطل المشاريع الإسكانية الحالية مع الأسف الشديد اللي لا شك أن تضر مصالحهم، ولكن كذلك قاعد يزيد الفوضى اللي حاصلة في مناطق السكن الخاص اليوم. احتكار الأراضي، مضاربات، تحويل السكني إلى استثماري، مستغلين كل الدعوم الحكومية الممكنة، ماي وكهرباء وغيره، حتى وصلت الأسعار إلى درجة لا تطاق. السنة الأخيرة بس زادت أسعار العقار السكني بنسبة 19.5% وفق إحصائيات منشورة من قبل جهات مختصة. يعني العقار اللي كانت قيمته 500,000 أصبح اليوم ب600,000 و620,000، واللي كان بمليون صار بمليون وربع. أي عقل أو منطق يستطيع أن يتصور أن أسرة كويتية ومواطن وموظف كويتي بسيط راتبه ما يزيد 10 دنانير بالسنة يستطيع أن يشتري أو يمتلك بيت العمر بهذه الطريقة الفوضوية. ولما أقول أنها قلة قليلة، مع الأسف قاعد تسيطر على القرار السياسي، أنا أعني ما أقول. وجهت سؤال برلماني بتاريخ 19/1 الماضي، سؤال أزعج الكثيرين وأثار ضجة، عن عدد تجار العقار اللي يملكون أراضي فوى وعقارات سكنية، وللأسف ما طلت الحكومة لأكثر من 8 شهور من غير إجابة، ومع الضغط الشعبي وصلت الإجابات، إجابات مع الأسف الشديد مزعجة لكنها متوقعة. في الوقت اللي تعاني فيه أكثر من 140,000 أسرة من أزمة سكن، تدرون كم عدد التجار اللي يملكون بين 10 و50 أرفضة؟ 574 تاجر. في الوقت اللي تعاني فيه أكثر من 140,000 أسرة من أزمة سكن، كم عدد التجار اللي يملكون بين 50 و100 أرفضة؟ 95 تاجر. في الوقت اللي تعاني فيه عشرات الآلاف من الأسر الكويتية أزمة سكن، تدرون كم عدد التجار اللي يملكون أكثر من 100 أرفضة؟ وهذه المصيبة الأكبر، أكثر من 100 يعني 200 و300 وقد تصل إلى 1000 أرض، 146 تاجر. أرقام فلكية، أرقام فلكية، ونستغرب بعدها شلون توصل الأسعار إلى هذا الحد الجنوني. لذلك في شهر 5 الماضي لما قدمت مجموعة من المقترحات الحزمة العقارية لضبط الفوضى العقارية الحاصلة في السكن الخاص اليوم، كنا نعلم مسبقا هذه النتائج. واليوم هذه القوانين معروضة على طاولة اللجنة التشريعية، ونصيحة، نصيحة لإخواني النواب في اللجنة التشريعية، ترى الشعب الكويتي كله قاعد يراقب، وإذا ما كانت هذه القوانين على رأس الأولويات، شنو أولوياتنا اليوم؟ إحنا نتكلم عن رفع دعم الكهرباء والماي عن البيت الثالث وأكثر، نتكلم عن زيادة رسوم التسجيل العقاري للبيت الثالث وأكثر، نتكلم عن فرض ضريبة ورسوم على التملك، تملك البيت الثالث وأكثر، نتكلم عن مكافحة احتكار أراضي الفضاء وتعديل قانون 2008، نتكلم عن إنشاء هيئة العقار لضبط الفوضى العقارية اللي حاصلة اليوم وضبط القيم الإيجارية الغير منضبطة الغير معقولة. 5 قوانين مهمة، إذا تأخرت يوم تأخر حلم كل مواطن كويتي في بيت العمر. ورسالتي الأخيرة إلى القلة القليلة، الفئة القليلة من التجار اللي تقتات مع الأسف الشديد على آلام الشعب الكويتي، مهما حاولت أدواتكم وحساباتكم الوهمية محاربة هذه المشاريع ومن يدعم هذه المشاريع، أقول لكم ما راح تقدرون، وراح نستمر في مواجهتكم، ولن نتوانى لحظة ولن نتراجع لحظة، برا بالقسم، وثقة بالله عز وجل أولا ثم ثقة بدعم الشعب الكويتي الوفي.